غسالة توشيبا اوتوماتيك عطل E5، بيظهر عطل E5، الغسالة بتملى المية وما بتدورش، يعني المية بتتملي وما بتدورش، غسالة تقف ويتصار لنا عطل E5. زي ما احنا شايفين المية كتير، يعني عطل E5 لو شفنا في الكتالوج هنلاقي مشكلة في دخول المية او في تغذية المية للغسالة، وده بيكون ممكن يكون سبب صمام دخول المية، وممكن يكون سبب الخرطوم ملتوي بتاع دخول المية، او المية ضعيفة، او المية مش موجودة. لكن لما فتحنا المية مليانة والصمام بيدخل مية ومفيش اي مشكلة. طب ايه اللي بيظهر عطل E5 في الغسالة؟ عطل مهم جدا، احنا زي ما احنا شايفين المية كتير، يعني مفيش، يعني لو لقينا المية ما بتملاش المستوى المطلوب، ده المية اكتر من اللازم، يبقى نشوف الخرطوم، نشوف المية ضعيفة، نشوف صمام دخول المية، ممكن يكون المشكلة فيه. لكن عطل تاني، احنا عشان نتأكد بنغير مستوى المية، بدل 100 لتر نخليها 80 لتر، وبعدين نبدأ نجرب بنلاقيها اشتغلت. مستوى المية أعلى من اللازم، محتاجة مية كتير، بدأت تشتغل معانا. طيب احنا عايزين مية كتير ومتقفش معانا الغسالة، هنعمل ايه؟ طبعا احنا شايفين، زي ما احنا شايفين كده الغسالة بدأت شغالة معانا بس، والعطل اتحل لما قللنا مستوى المية. لكن احنا لو محتاجين غسيل كتير او محتاجين مستوى المية، وعلشان العطل ده ما يظهرش معانا تاني، في حاجة مهمة جدا لازم نعملها. نشوف الاول الغسالة هتكمل معانا وهتقف، ولا هيظهر معانا العطل دوت تاني. الغسالة شغالة كويس، نقلل برضو مستوى المية، منخليش عالي على الاخر، علشان برضو نتأكد هل مشكلة في منسوب المية اكتر من اللازم، ولا المشكلة في دخول المية. هو طبعا اتأكدنا ان مفيش مشكلة في دخول المية ولا اي حاجة، الغسالة تشتغل او الغسالة مليانة مية، والمية الحنفية مفتوحة والمية قوية. طبعا احنا خلاص الغسالة بدأت تشتغل، الباب مش هيفتح معانا، المية قوية معانا، والخرطوم مش ملتوي، لان دي اول حاجة لازم نعملها، لان احتمال كبير ان مشكلة في دخول المية، فنتأكد من فلتر مصفاة المية، ونتأكد من الخرطوم غير ملتوي، ونتأكد ان المية موجودة مفيش اي مشكلة. طيب كده خلاص الغسالة بدأت تشتغل معانا وبتدور زي ما احنا شايفين كده من الباب، هو ممكن ما يكونش واضح قوي، لكن هي ظاهرة اهيت ان الحلة بتلف والمية بتشتغل معانا، ومستوى المية عمال يحدد المستوى اللي الزيادة بينزله، وبيشتغل بالمستوى اللي احنا محددينه بالظبط، والغسالة بدأت تقل وتشتغل. طيب ازاي بقى نحل المشكلة ديت خالص؟ ده بيكون علشان احنا مختارين منسوب عالي من المية، فالمية بتتصرف معانا بشكل عالي. مهم جدا ان مستوى المية اللي احنا محددينه لو اكتر من اللازم، لازم خرطوم التصريف يكون اعلى منه، لان الخرطوم تصريف لو اعلى من منسوب المية اللي في الغسالة، الغسالة هتبدأ تسرب مية. شايفين اهو بتنزل معانا الوقت وشغالة، فزي ما احنا شايفين خرطوم التصريف اقل من منسوب المية، فعلشان اقل من منسوب المية هي مضخة التصريف مش شغالة، لكن بيبدأ يسرب مية معانا، فالمية بتنزل. كل ما يزود مية في الغسالة المية بتنزل معانا، بسبب ان خرطوم الصرف نازل على الارض مش مرفوع، هو كده بعيد عن الارض تقريبا 20 سنتي، لكن المفروض يكون في مستوى المية 70 سنتي، لان احنا مختارين منسوب عالي. هي طبعا الغسالة تشتغل معانا في المنسوب الاقل عادي، لكن المنسوب العالي مش هتشتغل معانا، فاحنا هنبدأ نرفع الخرطوم. لو ما عندناش حاجة نرفع بيها الخرطوم، اي قطعة سلك كده، ونيجي عند الخرطوم، طبعا شغال بايد واحدة، انت لو شغال بايدين هتكون اسهل، ونبدأ نرفع خرطوم الصرف، نبعده طبعا عن الكهرباء ونرفعه اكتر على حسب، علشان اي منسوب مية تختاره مهما كان عالي، او حتى لو رافع الغسالة لفوق، فلازم يكون خرطوم الصرف لأعلى. زي ما احنا شايفين اهوت، ده الغسالة تقريبا 60 او 70 سنتي، وده كويس جدا. احنا بقى لو علينا الغسيل ده اخر الحلة، وهو قبل اخر الحلة بشوية بسيطة،
بحيث احنا لو علينا حبينا نغسل ملابس كتير، حبينا نعلي منسوب الميه او نختار اعلى كميه من الميه، مش هيحصل المشكله معانا ايه خمسه. فايه خمسه دي معناها ان مفيش تغذيه في الغساله، او الميه مش بتوصل للغساله. نبعد طبعا، ناس كتير بتفحص بتغير الصمام او بتفحص الفلتر او بتفحص الخرطوم، تلاقي كل حاجه وتلاقي المايه قويه، لكن بتنسى ان خرطوم الصرف ممكن يكون نازل، صمام كويس والمايه شغاله والغساله شغاله. ناس بتنسى ان الخرطوم الصرف لو نازل على الارض هتحصل نفس المشكله.